صديقتنا ندى من السعودية، اليوم ايش سؤال حلقتنا يا ديما؟ ما هو شكل الفاكهة المانجو؟ بيضاوي ولا مربع ولا مثلث؟ طبعا بالعربي، عيدي بالعربي ديما. يلا. ما هو شكل فاكهة المانجو؟ بيضاوي ولا مربع ولا مثلث؟ المانجا المانجا. بيضاوي. 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 ألو ديما؟ ألو؟ ألو ديما؟ نعم بيضاوي. أنت صراحة مرة 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 فاكهة. مرة 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 مبدعة بتقول لك. فنشكرك يا ندى، أو قالت لك عفوا شاطرة. نشكرك يا ندى، نشكرك يا ندى على هذا المدح لديما، وأكيد إحنا كلنا سوا حنسمع كمان من